السلام عليكم أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا بكم في هذا اليوم. نهنئكم بعيد الاستقلال. هذا اليوم المبارك الذي مر علينا البارحة كان يوم مليء بالأحداث. نهنئكم ونهنئ أنفسنا ونواصل إن شاء الله. أول شيء نبدأ بتصحيح الواجب المنزلي، أتمنى أنكم أنجزتموه. شيء بسيط جدا فقط للاكتساب. لدينا مجموعات من الأزهار، عليكم أن تحسبوها بكيفيتين مختلفتين مثل ما رأينا في الدرس، باستعمال الجمع ثم نحول الجمع إلى ضرب. ها هي المجموعات. أولا في كل مجموعة لدينا ثلاث زهرات، المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة، المجموعة الرابعة. نحسب باستعمال الجمع. 3 زائد 3 6 زائد 3 9 زائد 3 12. نحول هذا الجمع إلى جداء. العدد الذي تكرر هو 3، تكرر 4 مرات، إذن الجداء هو 3 في 4. إذن 3 في 4 يساوي 12. نفس الشيء بالتمرين الثاني، ابحث عن عدد التفاحات بكيفيتين. نفس الشيء المجموعة الأولى، المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة. لدينا في كل مجموعة 5 تفاحات، نحسبها 5 زائد 5 زائد 5. ها هي الأعداد، 5 زائد 5 يساوي 10، 10 زائد 5 يساوي 15. إذن لدينا 15 تفاحة. إذن 5 زائد 5 زائد 5، العدد 5 تكرر 3 مرات، إذا نكتب الجداء. العدد الذي تكرر 5 والمرات 3، إذا نقول 5 في 3 يساوي 15. عمليتين بسيطتين، المهم أنك الهدف منها تثبيت ما تم اكتسابه، وهو نحسب عدد الأشياء بكيفيتين، باستعمال الجمع، والجمع المتكرر نحوله إلى ضرب ونحصل على النتيجة. اليوم نفس الشيء، دائما في نفس السياق وهو الضرب، لأنه درس مهم جدا سوف نركز عليه هذه الأيام. لدينا ضرب عددين. قبل أن نبدأ في الضرب، لا بأس أن نذكر ببعض المفاهيم السابقة حتى لا ننسى. اليوم أريد أو أردت أن أذكركم بمفهوم رقم العشرات وعدد العشرات. ما هو رقم العشرات وما هو عدد العشرات؟ لاحظ العدد 125، 125. ما هو رقم عشراته؟ لكي أعرف رقم العشرات نرجع إلى الجدول. ها هي الوحدات، العشرات، المئات. كل مرتبة لها رقم 5 هو في مرتبة الوحدات، رقم 2 في مرتبة العشرات، ورقم 1 في مرتبة المئات. إذن رقم العشرات هنا ها هو 2. الآن عدد العشرات، الفرق بين رقم العشرات وعدد العشرات، ما هو عدد العشرات؟ كيف أجد عدد العشرات؟ هنا لدي عدد، هذا العدد مكون من وحدات وعشرات ومئات. الوحدات أقل من 10 معناتها لا أستعملها ولا أدخلها في العد. الآن عندي هنا عشرتين في مرتبة العشرات، ومرتبة المئات عندي 100، 100 معناها 10 عشرات، 100 هي 10 عشرات، 10 عشرات زائد عشرتين تعطينا 12. إذن عدد العشرات هو 12. ننزع فقط الوحدات ونقرأ العدد اللي يبقى نجد 12. كيف وجدنا عدد العشرات؟ هو 12 في 10، لأن عندنا 12 10. لنرى في مثال آخر، ما هو عدد العشرات في 20؟ عدد بسيط جدا، هنا بدون أي تفكير نقول عدد العشرات هو 2، هو نفسه، هو رقم العشرات، هو عدد العشرات، لأي 2 في 10. لدينا عشرتين،
2 في 10 تعطينا 20. هذا هو الفرق، كيف تجدون رقم العشرات وعدد العشرات في باستعمال الجدول. الآن سوف ننتقل إلى الدرس وهو ضرب عددين. أكتشف كيف أحسب عدد مربعات لوحة شوكولاتة. لدينا لوحة شوكولاتة، سوف نحسب عدد مربعاتها. لدي مجموعة من الأطفال، كل واحد حسبها بطريقته. لنرى، استعمل التلاميذ العمليات التالية. ها هي علبة الشوكولاتة، لنرى ماذا كيف حسب أمين عدد حبات الشوكولاتة أو مربعات الشوكولاتة. انظروا ماذا فعل. لدينا 1 2 3 4 5 6، عندي 6 مربعات شوكولاتة في الصف الأول، وستة في الصف الثاني، وستة في الصف الثالث، وستة في الصف الرابع. أمين حسب بهذا الكيفية، ثم بدأ يعد. 6 + 6 = 12. 12 + 6، دائما نضع العدد الكبير في ذهني وأكمل العد فأحصل على 18. 18 + 6 = 24. أمين وجد 24 قطعة أو حبة. لنرى إيمان كيف حسبت. إيمان، إيمان ماذا فعلت؟ أخذت 6 قطع من هنا والأربع قطع من هنا واستعملت عملية الجمع، فوجدت 6 + 4 = 10. لنرى من لدينا هنا، ليلى، كيف حسبت ليلى. ليلى أخذت علبة الشوكولاتة أو قطعة الشوكولاتة هذه عموديا، أخذت الصفوف العمودية، 4 قطع في كل صف، الصف الأول، الصف الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، وعملت عملية الضرب لأنها تابعت معنا الدرس المرة السابقة، عرفت أننا عندما نريد أن نعرف مجموع أعداد مثل هكذا بالصفوف نستعمل صف، عدد القطع في كل صف في عدد الصفوف، فقالت 4 × 6، معناتها 4 تكررت 6 مرات فوجدت 24. لنرى رائد ماذا استعمل. رائد استعمل الجمع، لم يستعمل الضرب، قال 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4. كم وجد؟ 4 + 8 + 4 = 12 + 4 = 16 + 4 = 20 + 4 = 24. الآن مريم، كيف حسبت مريم؟ مريم عملت هذا الصف المتكون من 6 مربعات في 4 صفوف، وبدأت بالعد مثل ما تعرفنا في الحصة السابقة فوجدت 24. أيمن ماذا استعمل؟ أيمن لنرى. أيمن استعمل 6 × 6، 6 × 6 معناتها 6 تتكرر 6 مرات، 6 + 6 = 12 + 6 = 18 + 6 = 24 + 6 = 30 + 6 + 6 = 36. الآن ها هي عمليات هذه هؤلاء التلاميذ، أي التلاميذ عمليته صحيحة؟ أي التلاميذ؟ إذن مريم التي وجدت 24، وأمين، ورائد، وليلى، هؤلاء التلاميذ هم الذين أجابوا إجابة صحيحة. ها هي العملية الأولى التي قام بها أمين، جمع 6 + 6 + 6 + 6، وجد 24 كما رأينا سابقا. والعملية الثانية قام بها رائد، كلاهما قام بعملية الجمع، فأمين وجد 24، جمع 6 4 مرات، ورائد جمع 4 6 مرات، أيضا نفس الشيء وجد 24. إذن ماذا نقول؟ هاتين العمليتين متساويتين، رغم أن الأرقام تختلف،
لكن القيمة متساوية، والقيمة هي 24. الآن نفس العمليتين، هذا الجمع المتكرر استعمله تلميذ آخر. لاحظ، 6 × 4، 6 هو العدد الذي تكرر، و4 هو عدد المرات، وجدنا 24. نفس الشيء تلميذة أخرى عملت 4 × 6. لاحظوا هنا ترتيب الأعداد يختلف، ولكن القيمة لا تتغير. 6 × 4 يساوي 24، 4 × 6 يساوي أيضا 24. فنقول أن الضرب تبديلي، أبدأ بالستة أو أبدأ بالأربعة فالنتيجة لا تتغير. لكي نثبت هذا المفهوم التبديلي سوف نقوم بتمرين. أنجز، أكمل حساب عدد النجوم في كل مجموعة. سوف نقوم بعدة تمارينات بسيطة لنثبت هذا المفهوم، مفهوم التبديلي. لدي ها هي النجوم، سوف أحسبها بطريقتين. أولا نبدأ بالجمع، ثم هنا أيضا بالجمع، ثم نقوم بالضرب. إذا سوف أعدها عموديا. ها هي 2 + 2 + 2 تعطيني المجموعة 6. أحسبها أفقيا، ها هي 3 + 3 مرتين يساوي 6. إذن هنا العدد الذي تكرر هو 2، تكرر 3 مرات، إذن نقول 2 × 3. كم نجد؟ 2 × 3 نجد 6. الآن وهنا في السطر الثاني حسبنا أفقيا 3، العدد الذي تكرر هو 3. كم مرة تكرر؟ تكرر مرتين، إذن نقول 3 × 2، و كلتا العمليتين تعطيني نفس النتيجة وهي 6. 2 × 3 أو 3 × 2 كلاهما يساوي 6. سوف نقوم بمجموعة أخرى نحسبها، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15. أنا أعرف أن هناك 15، ولكن لنرى بالعملية. دائما أولا نحسب هذه النجوم أفقيا، لدي 5 + 5 + 5، 5 + 5 = 10، والخمسة 15. حسبنا النجوم أفقيا، وجدنا 5 نجمات في كل صف، ووجدنا لدينا 3 صفوف، إذن 5 + 5 + 5 وجدنا أنها تساوي 15. الآن سوف نحسبها عموديا، لدينا في كل صف عمودي 3 نجمات، ها هي 3 الأولى، 3 الثانية، 3 الثالثة، 3 الرابعة، و3 الخامسة. نحسبها، 3 + 3 = 6 + 3 + 9 + 3 = 12 + 3 = 15. لاحظوا استعملنا الجمع لحساب عدد النجوم في كل مجموعة، هنا استعملنا أرقام مختلفة في كل مرة. هنا يا جمعنا أفقيا فوجدنا الرقم 5 هو الذي تكرر، عندما حسبنا عموديا الرقم 3 هو الذي تكرر، لكن هل تغير عدد النجوم في المجموعة؟ لا، لم يتغير، لأن أيضا الجمعة تبديلي، وجدنا في كلتا الحالتين 15. إذا نحول كل مجموع أو كتابة جمعية إلى جداء. 5 تكررت 3 مرات، إذا 5 × 3 وجدنا هي 15. إذا هنا نحول هذا المجموع، العدد الذي تكرر هو 3، تكرر 5 مرات، 3 × 5 أيضا وجدنا 15. إذا نستخلص أن الضربة أيضا تبديلي. سوف نثبت هذا المفهوم بمثال ثالث. لدينا مجموعة من النجوم، سوف نحسبها أفقيا ونحسبها عموديا، ثم نحول كل مجموع إلى جداء.
أولا نبدأ أفقيا، لدينا 7 نجوم في الصف الأول، و7 نجوم في الصف الثاني، 7 نجوم في الصف الثالث، و7 نجوم في الصف الرابع. سوف أحسب هذه النجوم. 7 + 7 = 14، +7 = 21، +7 = 28. إذن عندنا هنا في هذه المجموعة 28 نجمة. الآن سوف أعد عدد النجوم عموديا. لدي 4 نجوم في كل صف، الصف الأول 4، الصف الثاني 4، الصف الثالث 4، الصف الرابع 4، الصف الخامس 4، الصف السادس 4، والصف السابع 4. إذن الآن أعد 4 + 4 = 8، +4 = 12، +4 = 16، +4 = 20، +4 = 24، +4 = 28. لاحظوا نفس الشيء، استعملت أرقام مختلفة. عندما حسبت أفقيا وجدت العدد 7 هو الذي يتكرر والنتيجة 28. عندما حسبت عموديا 4 هو الذي تكرر وجدت 28. هل تغير عدد النجوم في المجموعة؟ لم يتغير، لأن عندما تتغير الأرقام هذا لا يغير من قيمة العدد الكلي الموجود في المجموعة. إذن هذا 7 تكررت 4 مرات، إذن أقول 7 × 4. الآن هذا 4 تكررت 7 مرات، إذن 4 × 7، وفي كل مرة نجد العدد 28. لاحظتم؟ أقول 7 × 4 أو 4 × 7، النتيجة لا تتغير. ماذا تعلمنا اليوم يا ترى؟ تعلمنا أن الضرب هو جمع متكرر لأعداد متشابهة. مثلا نكتب جداء العددين 6 و4 على الشكل التالي، أقول 4 × 6 أو 6 × 4، ثم أحسب بكيفيتين. أكتب الجمع للجداء 6 × 4، 6 يتكرر 4 مرات، أو الجداء ل4 × 6 معناتها 4 يتكرر 6 مرات، ودائما وفي كلتا الحالتين نحصل على نفس العدد هو 24. أقول 6 + 6 + 6 + 6 يساوي 24، 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 يساوي 24، بالجداء 6 × 4 24، 4 × 6 24. فالضرب الضرب مثله مثل الجمع فهو تبديلي، فنقول أن الضرب تبديلي. إلى هنا ينتهي درسنا اليوم، أتمنى أنكم قد استوعبتم ما قدم لكم. حوصلة كالعادة أن عملنا حولنا مجموع أعداد متشابهة إلى جداء، وغيرنا ترتيب الأعداد، وفي كل مرة نجد نفس النتيجة معناها، وتوصلنا إلى أن الضرب تبديلي مثله مثل الجمع. هذا هو الهدف من درس اليوم. قلنا 6 × 4 تساوي 4 × 6، وكلا العمليتين كلتا العمليتين تساوي 24. هذا مفهوم تبديلي. والآن سأعطيكم واجب منزلي عبارة عن تمرين بسيط جدا لتثبيت ما تم اكتسابه، وعليكم أن تنوعوا وفي العمليات حتى تكتسبوا المفهوم جيدا. يحضر الحلويات علب الشوكولاتة ليبيعها يوم العيد. يضع في كل علبة 8 صفوف من 5 قطع، معناتها 8 صفوف 5 قطع في كل صف. ما هو عدد قطع الشوكولاتة في العلبة؟ نحل هذه المشكلة البسيطة بتركيب العملية وحساب عدد قطع الشوكولاتة. إلى هنا ينتهي لقائي بكم لحصة اليوم، أتمنى أن نلتقي في حصص مقبلة إن شاء الله، وأقول لكم جميعا شكرا على المتابعة، وأتمنى أن تتابعونا باهتمام وبجدية إن شاء الله. إلى اللقاء.